أهلا بكم في قناتنا قناة الفن لكل جديد في عالم النجوم والمشاهير. قبل متابعة الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد من قناتنا. أبطال فرقت الحياة منذ العام 2006 حتى العام 2020 قد لا تعلمون برحيلهم من مسلسل باب الحارة. الفنان عبد الرحمن الرشي والذي قام بدور الزعيم أبو صالح. تاريخ الوفاة 12 إبريل عام 2014. توفي عبد الرحمن الرشي في دمشق عن عمر يناهز 79 عاما على إثر معاناته من مشاكل في الجهاز التنفسي. ولد الفنان الرشي في العاصمة السورية دمشق في 7 سبتمبر عام 1934 وهو من أصل كردي. بدأ عمله الفني في العام 1957 ويعد الفنان الراحل من عمالقة الفنانين السوريين وقدم الكثير من الأعمال المهمة في السينما والتلفزيون. مأمون الفرخ بدور أبو سمير الحمصاني. توفي في تاريخ 21 مايو في العام 2020. رحل مأمون الفرخ عن عمر يناهز 62 عاما في العاصمة السورية دمشق على إثر تعرضه لاحتشاء في عضلة القلب. مأمون زرقان الفرخ مواليد دمشق في 31 كانون الثاني يناير عام 1958 وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل، وتخرج أيضا من قسم كلية الدراما والموسيقى، وشغل منصب مدير مسرح القباني في دمشق سابقا، وقبل وفاته شغل منصب مدير مسرح الطفل والعرائس، وهو الأخ الأكبر للملحن والمطرب السوري بشار زرقان والأخ الأصغر للموسيقي أيمن زرقان. الفنان السوري حسن دكاك بدور أبو بشير الفران. تاريخ الوفاة 13 يوليو عام 2011. توفي دكاك عن عمر يناهز 55 عاما على إثر أزمة قلبية حادة مفاجئة أصابته خلال تواجده في منزله في دمشق. وظهر الراحل دكاك في سنة وفاته في العام 2011 بعدة أعمال، منها مسلسل الدبور، الزعيم، رجال العز، ولادة من الخاصرة، ومسلسل مرايا. حسن دكاك مواليد حي الميدان الدمشقي، ولد في العام 1956 وتخرج من كلية الحقوق جامعة دمشق، وانتسب إلى نقابة الفنانين السوريين في العام 1982، وشارك في العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية والإذاعية والتلفزيونية السورية، من أبرزها سلسلة مرايا. الفنان سليم كلاس بدور أبو خاطر. تاريخ الوفاة 2 ديسمبر عام 2013. توفي سليم كلاس عن عمر يناهز 77 عاما على إثر أزمة قلبية، وعرض له بنفس عام وفاته عدة أعمال أبرزها قمر شام، طحون الشر، وزمن البرغوت. ولد سليم كلاس في حي باب السريجة في دمشق في 13 من شهر نوفمبر عام 1936 وتخرج من كلية التجارة بجامعة دمشق في العام 1970، وعمل بعدها كموظف بنك، وعمل أيضا كمقدم لعدد من البرامج التلفزيونية قبل أن ينتقل إلى التمثيل. وفيق الزعيم بدور أبو حاتم. تاريخ الوفاة 5 مارس عام 2014. توفي وفيق الزعيم بعد صراع مع مرض سرطان الكبد عن عمر يناهز 53 عاما في مشفى الجامعة الأمريكية في بيروت. وابتعد الزعيم عن شخصية أبو حاتم بعد انتشار المرض في جسده، مما دفعه للاعتذار عن العمل في جزئيه السادس والسابع. ولد الراحل وفيق الزعيم في العام 1960 في مدينة حما بسوريا، وتخرج من معهد الفنون التشكيلية، وكانت بدايات وفيق الزعيم من المسرح العمالي،
وسجل أول مشاركته التلفزيونية المعروفة في مسلسل حارة نسيها الزمن في العام 1982. الفنان السوري صبحي الرفاعي بدور أبو مرعي. تاريخ الوفاة 25 أغسطس عام 2012. توفي صبحي الرفاعي على إثر جلطة مفاجئة أصابته لتودي بحياته عن عمر 67 عاما. ولد الرفاعي في دمشق في 1 يوليو عام 1945، وهو والد الممثل السوري وائل شرف، وشغل منصب مدير المسرح العمالي لحوالي 10 سنوات متتالية. وشارك الرفاعي في أكثر من 150 مسلسلا دراميا وحوالي 10 أفلام سينمائية وأكثر من 30 مسرحية. الفنان السوري عصام عباهجي بدور أبو إبراهيم. تاريخ الوفاة 24 نوفمبر عام 2014. فقدت الشاشة السورية عصام عباهجي عن عمر يناهز 75 عاما، وذلك عقب نوبة قلبية أصابته بعد صراع دام طويلا مع مرض عضال. عصام وليد حي المهاجرين بالعاصمة السورية دمشق في 9 فبراير عام 1941، ودرس في كلية الحقوق، وبدأ حياته الفنية التي استمرت 55 عاما في الستينيات، وبرز نجمه في سلسلة مرايا إلى جانب الفنان السوري ياسر العظمة. الفنان الشاب محمد رافع بدور إبراهيم. توفي في تاريخ 2 نوفمبر عام 2012. قتل محمد رافع على أيدي مسلحين معارضين للنظام السوري، متهمين إياه بإعطاء النظام معلومات عن المتظاهرين، وعمره لم يتجاوز 30 عاما. ولد محمد رافع في 9 مارس عام 1982، وينتمي لأسرة فنية، فوالده الفنان السوري أحمد رافع مارس التمثيل لأول مرة عندما كان في سن 10، وبعد حصوله على الثانوية العامة شارك بمجموعة كبيرة من المسلسلات السورية ولعب دور البطولة الثانية في معظمها. أدهم الملا بدور أبو محمود. تاريخ الوفاة 2 يوليو عام 2014. توفي الملا على إثر نوبة تنفسية حادة عن عمر يناهز 82 عاما. الملا مواليد بعلبك عام 1932، وكان موظفا في قسم المالية والمحاسبة بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وذلك قبل أن يقتحم عالم التمثيل. وللفنان الراحل 3 أبناء يعملون في الوسط الفني، هما المخرج بسام الملا والمخرج مؤمن الملا والفنان بشار الملا. الفنان أكرم التلاوي بدور أبو تيسير. توفي في تاريخ 8 ديسمبر عام 2018. توفي أكرم التلاوي عن عمر يناهز 63 عاما، وذلك بعد إجرائه لعملية قلب مفتوح. الفنان الراحل أكرم التلاوي قد ولد في مدينة دمشق في العام 1955، وتخرج من كلية التربية قسم علم نفس في جامعة دمشق، وانضم إلى نقابة الفنانين السوريين في العام 1985، وشارك الراحل في العديد من الأعمال والمسلسلات السورية. الفنان السوري رياض ورداني بدور أبو زيد. تاريخ الوفاة 15 مارس عام 2017. توفي ورداني في كندا بعد صراع طويل مع مرض السرطان عن عمر يناهز 70 عاما. رياض مواليد حلب في العام 1947، وبدأ التمثيل منذ العام 1967، وانتسب لنقابة الفنانين في العام 1974، ثم بدأ ممارسة العمل الفني في إذاعة دمشق. أما انطلاقته الأولى في المجال التلفزيوني فكانت في مسلسل نهاية رجل شجاع في العام 1994. الفنان ياسي أرناؤوط بدور أبو نصوح. تاريخ الوفاة 22 نوفمبر عام 2010.
ولد ياسين في دمشق في تاريخ 4 مارس عام 1939 وهو متزوج وله 4 أولاد، وشارك في العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية والسينمائية بالإضافة إلى عدد من الأعمال الإذاعية، وهو عضو في نقابة الفنانين السوريين منذ العام 1971. خليل حداد بدور أبو طوني. تاريخ الوفاة 24 يوليو عام 2016. خليل حداد توفي على إثر إصابته بنوبة قلبية مفاجئة في مسقط رأسه مدينة حلب عن عمر يناهز 57 عاما. خليل حداد مواليد مدينة حلب في العام 1959، متزوج ولديه 6 أولاد، وهو شقيق الممثل الراحل أحمد حداد. وكان آخر عمل شارك فيه خليل حداد مسلسل العراب للمخرج المثنى الصبح وبطولة جمال سليمان، وعرض في العام 2015.